فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وضع مع الماء الطهور وضع معه الصابون، فهل يكون طهورا يطهر الثياب؟ نعم لا بأس، لأن الصابون طاهر، ما يؤثر على وهو للنظافة، مثل السدر، مثل السدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الميت بماء وسدر، فهذه مواد نظافة ما تضر، لو خالطت الماء ما تضر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.